متابعي قناة شاهد فيديو عودة الإعلامية الكويتية فجر السعيد لأرض الكويت بعد غياب استمر 6 شهور للعلاج في باريس. تابعوا معنا الفيديو ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمينا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. حيث عادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لأرض الكويت بعد غياب من شهر يوليو الماضي للعلاج في باريس. ونشرت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها الشخصي بموقع الانستجرام فيديو للحظة وصول الإعلامية فجر السعيد لمطار سعد العبد لله في الكويت بعد غياب استمر 6 شهور ابتداء من يوليو الماضي. حيث تعرضت الإعلامية فجر السعيد للنزيف داخلي دخلت على أثره العناية المركزة، بعدها سافرت لباريس لإجراء 4 عمليات جراحية، وأصيبت الإعلامية بتسمم في الدم نتيجة خطأ طبي عقب إجراءها لعملية تحويل مسار. صدمت الإعلامية فجر السعيد متابعيها عبر تويتر بكشف تفاصيل مثيرة عن حالتها الصحية وعن العملية التي أجرتها مؤخراً، لافتة إلى أنه بفضل الله ودعاء أحبتها وطبيبتها الماهرة نجحت العملية. قالت فجر السعيد انها مرت بعملية كبيرة وليست سهلة، واستمرت العملية اكثر من 8 ساعات، اخذوها من الغرفة الساعة 12 بتوقيت باريس ورجعوها الغرفة الساعة 12 بالليل. وقالت فجر ان الطبيب بأكد ان العملية كانت لانقاذ حياتها لان وضعها الصحي كان سيء جدا، وكان هناك غرغرينة في الامعاء وتسمم بالدم وجرثومة وكانت مخاطرة منها وكان لابد منها. قالت فجر انها جلست في العناية المركزة لمدة شهر ثم خرجت الى غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة. وقالت فجر انها لم تستطيع حتى ان تقوم بتحريك طرف يديها. وكانت الكاتبة والإعلامية الكويتية المثيرة للجدل قد كشفت قبل مدة عن اخر تطورات حالتها الصحية والتي اعتبرها ناشطون غير مطمئنة، حيث اعلنت انها تستعد لدخول العملية الرابعة حتى تتمكن من المشي لانها للأسف اصيبت بشلل وفقدان تام للحركة بعد الأزمة الصحية التي كادت تؤدي بحياتها. واخيرا نشرت فجر السعيد مقطع فيديو على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، لكن دون ان تظهر صورتها، وتتحدث فيها مع طبيبها المعالج. وقال الدكتور محمد اعجز واقول الله يجزيك خير وعدتني بان اعود للمشي والحمد لله بفضل الله وجهودك بديت احسن. كما قامت بكتابة تغريدة أخرى بعد أن شكرت طبيبها وقالت توكلت على الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعك يا ربي نفسي وجسدي وعقلي وروحي. يذكر أن الفنانة أحلام الإماراتية صديقة فجر السعيد المقربة
كانت قد طمأنت مؤخرا جمهور فجر حول حالتها الصحية، وذلك في لقاء لها مع أحد الجرائد الإلكترونية، حيث قالت إن فجر السعيد ستجري عدة عمليات جراحية إلى أن تتماسل للشفاء. والآن بعد عودة فجر السعيد إلى بلادها مرة أخرى من رحلة علاج طويلة، كتبت الفنانة أحلام: الحمد لله على السلامة أم عثمان، نورتي بلادك وأهلك وبيتك، ويا رب ما تفرقك هالابتسامة والفرحة، وجعل مجالك تكفير يا رب وقرة عيون الكويت وأهلها. حيث عادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى أرض الكويت بعد غياب استمر أكثر من 6 شهور كانت في باريس للعلاج. فجر السعيد من مواليد 23 سبتمبر سنة 67، وهي كاتبة دراما ومنتجة وإعلامية وكويتية، اشتهرت بكتاباتها التي تتناول قضايا اجتماعية تثير الجدل. في البداية كانت تكتب في الإذاعة، إلا أن شهرتها وظهور اسمها بدأ مع أول عمل كتبته للتلفزيون، وهو مسلسل القرار الأخير. بالإضافة إلى كونها كاتبة، فإنها تقوم بإنتاج أعمالها بنفسها عن طريق شركتها سكوب سنتر للإنتاج الفني. فجر السعيد هي شقيقة النائب السابق والشاعر والإعلامي طلال السعيد، وفي 21 مارس 2010 تزوجت من المحامي سعود السبيعي.